تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل. مساء الخير والبركة على عيون مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الطبيعة الفضائية ورمضان الخير والبركة على كل العراقيين من زاخو للفاو. اليوم حقيقة حلقتنا راح تكون شوي بها بعض التمييز لأن ضيفنا أيضا من الرواة وأيضا لا يزال عطاء مستمر ومتواصل. مثل شخصيات مهمة جدا، مثل بمسلسل النبي أيوب، مثل شخصية الباشا نور سعيد، حتى ما أحرق عليكم المفاجأة شوفوا شلون قدرنا نوقع الفنان العزيز وليد العبوسي. من عندك اليوم؟ اليوم عندي وليد العبوسي. وليد العبوسي يعني نور سعيد يموت على الشخصيات هاي التاريخية السياسية عسكرية. بس هو بصعوبة يصير عصبي، شو اسوي له هذا؟ سهلة لازم نشد عليك يا وليد اليوم. يلا نقدر لمو مغرم نور سعيد. اجي 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 نور سعيد وليد العبوسي سعيد الباشا نور سعيد ولا سكراني ولا يم الموضوع طبعا وصل السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أهلا حبيبي. ألو أستاذ وليد. مرحبا مرحبا يا الله الله بالخير أستاذ. الله بالخير. الله بالخير أستاذ. شلون صحتك؟ أهلا بيك. الله أستاذ العزيز شماكو؟ والله أستاذ موجودين بس أنت مشغول وأني مشغول بمسرحية جديدة. شنو المسرحية الجديدة؟ والله طبعا الفضل إلك اللي انت رجعتني للمسرح بعد غيبه طويله يعني رجعتني قبل سنه. انت مبدع استاذ، انت مبدع. وحاليا رجعت لعمل مسرحيه مع استاذ صباح اقوان مسرحيه اطياف. اطيافي حلو صدا حلو بالاعلام وبالشارع. مسرحيه جاد صباح اطوان يعني صباح أكيد, أطوان اكيد 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 نخبه جيده من الفنانين موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. موفقين ان شاء الله. سفر والله احتمال بيها سفر لحد الان ما نعرف تفاصيلها كلها. احنا دا نشتغل على امل عرض هنا وعرض برا بس كتفاصيل كامله والله ما عندي. موفقين ان شاء الله. الله توفيق حبيبي استاذ وليد. احنا عندنا مسلسل 15 ساعه يعني 30 نص ساعه 30 حلقه زمن الحلقه نص ساعه. مسلسل حلو اجتماعي عراقي مسلسل مال اهلنا وحكايات اهلنا القديمه. والله استاذ عباس لي الشرف ان اشتغل وياك. الله يسلمك استاذ. هنا المخرج مطيق 29 حلقه شخصيه ابو حمدان التاجر. هذا شخصيه ابو حمدان واحد تاجر يستورد مواد ويغش الناس وكذا. ولو انت مو يجيب الحياه انت انسان منصب وانسان بس شفت لحظه استاذ ابو حمدان التاجر شخصيتك شخصية أبو حمدان التاجر. استاذ فلحظة استاذ خليني أكتب الموضوع حتى لا أنسى الشخصية. يمكن أكو شوية إشكالية بالموضوع. أبو حمدان التاجر استاذ تستورد مواد بها يعني تأذي الإنسان. يعني عم استاذ عباس همك فلحظة استاذ يعني همك الربح. مو حتى ما يصير إشكال فدوة استاذ عباس همك الربح يعني همك الإنسان. أكو موضوع مهم فدوة حتى ما يصير إشكال. شنو؟ أنت متأكد التاجر أبو حمدان؟ إي استاذ. لا استاذ يعني قدامي. شو لك بالعقب لكم؟ استاذ مرحبا انا وزعت انا والمخرج هيات استاذ المخرج هيات هيات الصبح خلص هيات ابو مازن ابو الفرن استاذ ابو الفرن مال صمون حلقتين ابو مازن ابو الفرن والله استاذ عبد حسن شنو حلقتين ابو مازن دصفه على ها شنو حلقتين ودعتك ابو مازن مرحبا انا قاعد انا المخرج برشحتك عليه شخصيه ابو فرن اي ابو فرن صمون هذا اللي قلت لك عليه انت ثلاث مشاهد بالحلقه الاولى ومشهد او مشهدين ميوت واهم الثانيه لا 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 استاذ لا انا اتفق غير المخرج ملك علاقه ملك علاقه بجعفر لا استاذ ملك علاقه استاذ جعفر استاذ جعفر نازل ممثل بالعمل انا منتج منفذ والمخرج اي خالد بس مو معناته علاقات استاذ فيصل المخرج ما له علاقه اي مو معناته علاقات انت انا منطيها الشخصيه استاذ عبد انا منطيها الشخصيه المخرج شنو حكي بغض النظر عن مساحه الشخصيه اي نعم فعلا صحيح اذا كانت الشخصيه مؤثره بالعمل نعم انا اوافق بها لكنه مو ثلاث مشاهد ومشهدين يموت اي هذه اهانه لا لا بالعكس لا هاي قدرتك يعني هاي امكانيه لا استاذ أنا فنان ومعروف وإلي تاريخي وإلي أعمالي وأستاذ عباس يعني أدرى بهذا الموضوع يمكن من حضرتك لكنه
مال تلف مشاهد ومشهدين يموت. هاي اهانه. هاي تروح تجيب واحد من القهوه يشتغلها او تجيب واحد كومبارس. لا لا شخصيه استاذ، شخصيه مهمه، شخصيه ابو الفرن مهمه والله. شخصية مهمة. شخصية مهمة، حضورة مهم، علاقتين مهمة جدا يعني. انت موقعك بالعمل شنو؟ انا بطل المسلسل. بطل المسلسل؟ نعم. اذا تتكتر على صفحة. لا مو اتفقت ويا المخرج والمنتج. اتفقت ويا انا المخرج. قلت له انا اختار الخمس ست شخصيات البطولة القبال وياي يعني. ابو حمدان انا هذا مو قلت لك يعني ثلاث ايام نتناقش على هاي الشخصية، شخصية مهمة. يعني 29 حلقة وظهور وحضور قوي مو حسبالك يعني شو اسمه يعني متعبة يا اخي يعني راد لها شغل. احنا قعدنا لحظة شلون شي راد لها؟ شغل. انت شايف شغلي؟ شلون ما شايف شغلك؟ ها؟ يعني شنو يعني هو شنو الاعتراض؟ شنو راد لها شغل؟ نوري باشر غير؟ اي نوري باشر سعيد وشفتك وايد. ليش؟ لعل انت ما متابع اذا شايفني بنوري باشا يعني. ولا لا ترى استاذ وليد فنان راقي يعني. انت هسه حاليا بيعرض لي مسلسل على قناه العراقيه غربه وطن اخراج جلال كامل بطوله مطلقه. قبل سنتين كانت عندي بطوله مطلقه النبي ايوب الشيخ عبود. اما انت من تقول لي الشخصيه هاي نعطيها لغيرك اي اسمح لك بيها. اما تقول لي الراد لها شغل فأنا الشغل اللي أشتغله أنا. أنت بنفسك ما تقدر تشتغل. لا أستاذ وليد على كيفك يعني، على كيفك أنت نفسك ما تقدر تشتغل. وينك هيك حكي أستاذ؟ الله يخليك. الشغل اللي تشتغله أنت شخصيات بسيطة بدي يكون أنا هم ما أقدر أشتغله. أما تعترض تقول يا رادل هالشغل لا أستاذ هاي إهانة. لا ودعتك أنت يعني على كل حال كان يجب أن تتفقون وتحددون الشخصيات. لا أنا متفق. أنا متفق. أنا متفق. شنو هو ما له علاقة؟ أنا متفق. أنا البطل. أنا البطل. أنا مدير شركة الشركة مالتي منتج ملبس. ما لك علاقة رجال. إحنا ما المخرج هذا أخي ما له علاقة. أستاذ عباس أستاذ عباس مع احترامي لك أنت أخويا وعزيز علي وصديقي، واحد منكم اللي يحكي. إما أحكي أنا وياك أستاذ عبد يتفضل يطلع برا. لا سعد. أو أحكي أنا وياك. أنا بطل المسلسل تفضل. أستاذ عبد أنت مالك حق الصادر. كيفي صادر رأي المخرج. طبعا. والصادر رأي أنا كمنتج منفذ. أنت شلك علاقة بفلوسك. أنا شركة منتجة. أنت بفلوسك تنفذ والسلام. شنو شلك علاقة. مالك علاقة يا أخي. وأنت ممثل بفلوسك. أنا بطل المسلسل. أنا بطل المسلسل. توكل بالله. أنا خاف من الفشل حبيبي أختار بدقة. أخاف من الفشل أختار بدقة وعلى كيفي. تخاف من الفشل إنك توقف قوال وليد العبوسي. لا مو شرط. هو أنا أخاف أن أفشل إذا وقفت قبال. لا أستاذ وليد. لأنه مو أنت اللي توقف قبال. قلت لك يا أخي قلت لك الممثلين العراقيين هاي يروجون. من تقول الحقيقة وتقول الصراحة يبون. يا معلم. والله يروجون. هاي إهانة. هي مال حلقة. هاي إهانة. والله يروجون. هاي إهانة هاي. أنت قاعد تتهم. روح شوف وضعك أستاذ عباس. تعال أستاذ تعال. تعال. أستاذ وليد. أستاذ وليد تعال. مالك علاقة بي. أستاذ وليد هذا ممثل ما له علاقة بهذا الموضوع. ابعد شوي. آه شفت؟ آه ما رأسا ممثل العراقي والله يفقد أعصابه. نص ويروح يقرأ نص ببيتهم ويجي يمثل ما له علاقة بتوزيع الشخصيات. لا الشخصية. لا بطل المسلسل هو يختار أستاذ وليد هاي جديدة قابل شنو؟ أنا بطل المسلسل أستاذ الله يخليك. بطل المسلسل ايه؟ لنفسك. شلون أستاذ؟ أما تين ممثل. لا ايه؟ لا مو استاذ هذا مو اسلوب. هلا اختين استاذ تمثلهن وممتاز والله الكريم. حتى بالتايتل اختبار ضيف هذا استاذ جعفر استاذ وليد نجم وممثل معروف استاذ هسه انت مو رحت وانا صلحت من 29 سويت هاي العقد سويت حلقتين اسمعني مو كيف استاذ هذا راي مخرج هذا هو يوقع استاذ وليد يا اخي لا ما اقبل يوقعني يوقع على 29 عقد لا على فين يوقع على شخصيه ابو حمدان التاجر لا يا اخي يوقع لي على شخصيه ما ادري مين المخرج قال وليد جعفر صعبه استاذ صعبة والله صعبة صعبة عليك مو على وليد العبوسي عجيب إذا أنت تشوفها صعبة فصعبة عليك مو على وليد العبوسي معقولة إيه معقولة ونص 29 حلقة استاذ الله يخليك هواية إيه 59 حلقة مو 29 يا عبي عليك يا صعبة هواية أنا فنان وإلي اسمي ومعروف استاذ هواية أنا هسه إذا أوقف أنا وياك بالشارع أقول أنا منو هذا منو يقولون هذا وليد العبوسي وأنت يمكن اثنين ثلاثة ما يعرفوك عشنو هاي عني عشنو يا أبي أستاذ أنت قاعد لا سعاد لا يوقع الحلقة والله قاعد لا لا ابدا يعني هذا الكلام لو مو بحضرة استاذ عباس كان الي كلام اخر يعني مثلا شنو استاذ الله يخليك ان حلقتين انت هاي امكانيتك هاي اي حلقتين امكانيتك وتوقع توقع ودعتك استاذ والله كريم توقع على الحلقتين انا مصر على وليد حلقتين بس والله الكريم وانا مصر عليه حلقتين والله مالك حق استاذ ما يدبر غير حلقتين وانا رايي بيكم اثنيناتكم اني ما يشرفني ان اشتغل حلقة لا توقع استاذ بهذا الاسلوب توقع استاذ حلقتين لو داز علي استاذ عباس وقال لي حلقتين اخذها واطلع لكن بعد هذا الكلام 29 حلقه وما لا توقع شو على الحلقه ما اريدها توقع استاذ لا توقع هاك وقع مستحيل وقع استاذ
مستحيل. اقول لك وقع اسوي العصبي استاذ. اسويك عصبي؟ اي نعم. ورا كل هذا الحكي ماله. اي. وانا اللي اسوي. تدري ليش استاذ؟ اي. لان انت اصلا و تو قعدت وما تدري هذا برنامج الكاميرا القبيح اسمه برنامج توقيع مو توقيع. توني دراهوسي الكبير. هاي تخبر شنو حلقتين شنو داسين عليك هاي اللي هاي اللي ما كنت متوقع نهائيا انا حلقتين اشتغل لكنه مو بهذا بس شلون جعفر يحكي وياك الحكي مو جديد هو هاني هذا مسيب هاني مستغربه ولغم هذا كل اللي حكيته انا اعتذر عنه واقول انا ضابط اعصابي لا ضابط اعصابي كل اللي حكيته انا ضابط اعصابي كلمه بشهر رمضان اللي مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه قناة الحشد الشعبي المقدس. ألف مبروك. شو الكاميرات والمرزعين وما تدري. أنت ما شفتها إحنا كنا خايفين من هاي تبين. لا بتبين. هاي المغطاة بنص السوداء. تهنئة من القلب إلى الشعب العراقي بكافة أطيافه وإلى قناة الطليعة وإلى حشدنا الشعبي المقدس ونقولهم ألف مبروك عليكم شهر رمضان وإن شاء الله من نصر إلى نصر إلى أن تطهرون هذه الأرض الطاهرة أرض الأنبياء والأولياء من هؤلاء الأنجاس داعش وأعوانهم وكل من يساندهم وكل من يأيدهم حتى ولو بكلمة تحياتي بارك الله فيك استاذ بارك الله فيك شكرا استاذ منورين واسف مرة ثانية حبيبي استاذ عباس ها جمهورنا الكريم مشاهدينا الكرام خلينا يوقع له لا يلا انتظرونا بالوراء منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل